استقبل معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى واكد رئيس المجلسين حرص السلطه التشريعيه على تعزيز التعاون البناء والفاعل مع السلطه التنفيذيه مشيدين بما يحظى به العمل البرلماني من رعايه واهتمام من جلاله الملك المعظم ودعم ومتابعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وخلال اللقاء اكد الجانبان مواصله العمل والتنسيق والتعاون المشترك وتطوير منهجيه العمل الثنائي بين المجلسين خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشه عدد من المواضيع والقضايا المشتركه وسبل تفعيل دور الدبلوماسيه البرلمانيه